أيضا تريد تسجيل في منصة لشراء وبيع العملات الرقمية، لكن ألا يكون شرط توثيق الحساب. بطبيعة الحال كل هذه الأمور سأوفر لك الوقت وسأعطيك يعني شركة أو منصة جيدة جدا، منصة مركزية رائعة جدا. والجيد في الأمر أو الجديد في الأمر أنهم قاموا بإضافة اللغة العربية إلى هذه المنصة الجميلة التي سأشاركها معك، حيث تتوفر على جميع العملات الرقمية الجديدة أو أيضا الرخيصة التي يمكنك الاستثمار فيها مبالغ بسيطة جدا بطبيعة الحال. لكن قبل أن نبدأ في الفيديو الإخوان، لا تنسوا أن مجال العملات الرقمية مجال خطير جدا، فالاستثمار في هذا المجال يكون على مسؤوليتك الشخصية بطبيعة الحال. يعني كما هو مربح جدا فهو أيضا يمكنك أن تخسر جميع أموالك في هذا المجال. أنا الإخوان لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة حتى توصلوا دائما بكل ما هو جديد. وكنتم مهتمين بتعلم التداول فلدي سلسلة خاصة بالنسبة للإخوان المبتدئين، يمكنكم أن تقوموا بمشاهدة هذا الفيديو، تقريبا 32 فيديو يمكنك أن تتعلم من خلاله بعض الأساسيات بطبيعة الحال. وأيضا إخوان المهتمين بالربح السريع يمكنكم الدخول إلى هذه الشركة الرائعة والاستثمار فيها، فهي جيدة جدا، وجميع التفاصيل تجدونها في قوائم التشغيل خاصة بالقناة في هذا المكان. إذن إخوان مباشرة إلى التفاصيل. يعني بطبيعة الحال هذه المنصة هي منصة git.io كما ترى في هذا المكان، منصة رائعة جدا وتناسب أصحاب المحافظ الصغيرة. يعني لماذا هي رائعة؟ أولا لا تطلب منك أو لا تجبرك على أن تقوم بالتحقق بالكيوايسي، أن تقوم يعني توثيق حسابك بالبطاقة الوطنية للتعريف أو الهوية الشخصية الخاص بك أو الباسبور أو شيء من هذا القبيل. ليس ضرورة تقوم بهذه الأمور في هذه الشركة، ليس مثل في هذه المنصة، ليس مثل باينانس. ففي باينانس إذا أردت أن تقوم مثلا ببيع في البي تو بي أو تريد مثلا استقبال أموال كبيرة جدا، فيجب عليك أن يعني تجبرك على توثيق الحساب الخاص بك. أما في git.io يعني فهي جيدة جدا ومناسبة للمبتدئين بطبيعة الحال، يعني لديهم رؤوس أموال بسيطة جدا من 50,000 دولار إلى تحت. يعني إن كان لديك مبلغ أكثر من 50,000 دولار 100,000 دولار فيعني أنصح بباينانس فهي جيدة. أو يمكن أن تقوم بإنشاء حساب في منصتين بشكل يعني مزدوج، فهما في النهاية تحتاج منصة git.io لا محل، لأن فيها جميع العملات الرقمية البسيطة أو الجديدة التي تظهر إن صح التعبير مثل فلوكي والسيفمون وهذه الأمور كما ترى في هذا المكان. فهي تتوفر على هذه العملات الجديدة التي لا تجدها في منصة باينانس، أيضا في منصة المركزية الكبيرة مثل هيوبي جلوبال وأيضا مثل الأوكي إكس وأيضا باينانس، يعني تجدها في git.io كما ترى في هذا المكان مثل هذه العملة الإخوان، فهي جيدة جدا والكثير من الأمور تستفيد لا محال من هذه التطبيق. والآن أصبحوا قاموا بإدراج يعني اللغة العربية وهذا أمر جيد جدا. الإخوان الذين لا يجدون اللغة الإنجليزية فيمكنكم أن تقوم بتغيير اللغة بالذهاب إلى السيتينج هنا، ثم تقوم بالذهاب مباشرة إلى اللانجويج في البداية هنا، ثم تنزل إلى الأسفل ستجد هنا اللغة العربية، ثم تقوم باختيارها بشكل عادي جدا فهي جيدة جدا. تخطي الإعلان هنا ثم تظهر لديك هذه الواجهة كما ترى في هذا المكان، فهي بسيطة وسهلة للغاية كما ترى في هذا المكان. لدينا هنا الأسواق الذي هو الماركت، هنا التداول إذا تقوم بالتداول، هنا يعني الفيوتشر أو العقود الأجلة أنا أنصح بهذا الاختيار. هنا أيضا لديك مجتمع يمكنك مشاركة يعني مشاركة الآراء الخاص بك وأيضا يعني قراءة بعض الأمور التي يقوم المستثمرين بكتابتها في هذا المكان، وهنا تجد المحفظة الخاصة بك بطبيعة الحال. فمثلا إذا أردت أن تقوم بالإيداع في هذه الشركة فهي بسيطة جدا، تقوم بالذهاب إلى المحفظة هنا ثم تقوم بالدخول مثلا إلى هذا المكان إيداع هنا اليو اس دي تي، تأخذ المحفظة الخاصة بك من هذا المكان بطبيعة الحال. لقد شرحنا هذا الأمر سابقا الإخوان، هنا الإيداع هنا السحب كما ترى في هذا المكان، إذا أردت أن تقوم بالتداول تضغط على هذا المكان، فيعني أمر واضح جدا. سأريك طريقة بسيطة إذا أردت أن تقوم بالإيداع في هذه المنصة، تقوم بالضغط على إيداع، يتم تحويلك إلى هذا المكان، تقوم باختيار الشبكة التي تريد أن تقوم بشحن بها هذه المحفظة، فتوجد طبيعة الحال كثير من الشبكات كما ترى في هذا المكان، توجد ترون تي ار سي 20 التي ينصح بها، وأيضا سولانا والكثير منهم، تقوم باختيار مثلا ترون تي ار سي 20 هنا، ثم تقوم بنسخ المحفظة وتقوم إلى الذهاب إلى أي محفظة أخرى أو الشخص يريد شراء من عنده يعني السولد، يقوم بتحويل مباشرة إلى هذه المحفظة التي سترسل له هذه المحفظة، تقول له أنها يعني ترون تي ار سي 20 حتى يتم تحويل
بشكل جيد. لأن الآن أنت عبأت الحساب الخاص بك وتريد أن تشتري مثلا عملة معينة، ماذا ستفعل؟ ستقوم بالرجوع إلى الأسواق هنا، تقوم بالدابلة هنا، تضغط على سبورت، ثم تقوم بالتحديد هنا اليو اس دي تي حتى يتم عرض لك جميع العملات التي هي مقابل اليو اس دي تي، كما ترى هنا الإيثيريوم وأيضا اس ال بي، جميع هذه العملات تكون مقابل اليو اس دي تي. بعد ذلك يمكنك أن تقوم بالبحث هكذا، أو تقوم بكتابة العملة التي تريد أن تقوم باستثمار فيها في هذا المكان، ثم تظهر لك بشكل عادي جدا كما ترى هنا كي دي اي الإخوان لمن أراد التداول فيها، تقوم بالضغط عليه مثلا هكذا، تقوم بالضغط على الكي دي اي مثلا، ثم تقوم بالضغط هنا على التداول، مباشرة يتم تحويلك إلى هذا المكان الخاص ب التداول. كما ترى هنا لديك شراء ثم لديك بيع، يمكنك التحويل بينهما. اردت ان تقوم بشرط الحال تقوم بالضغط هنا على شراء، هنا لديك يعني تقوم بتحديد يعني نسبة من رأس مالك التي تريد ان تقوم بالشراء بها بطبيعة الحال هذه العملة. كما ترى هنا لدي الرصيد المتاحر $80 في هذا المكان، ثم لديك هنا يعني اوردر شراء بعد ان تتأكد من هذا الامر. هنا تقوم باختيار المبلغ الذي تريد ان تقوم بشراء، والسعر الذي تريد ان تقوم بشراء به هذه العملة. بعد ان تقوم بمشاهدة يعني الشارت الخاص بالعملة، تقوم بالضغط هنا على هذه الشموع تظهر لديك في هذا المكان، نقوم بالضغط عليها ضغطة واحدة، ثم ننتظر بعد ذلك سيتم الدخول الى يعني الشارت الخاص بالعملة كما ترى في هذا المكان. فهذه العملة الان اعتقد انها جيدة جدا للدخول، والله العظيم انها صفقة جيدة جدا. انظر الدخول في هذه المنطقة تكون رائعة جدا، لكن انظر هنا لدينا السبور قوي جدا، لدينا السبور قوي جدا، ولدينا اذا هذه الشمعة اعتقد انها يعني تكون جيدة، لان لديها هذه اعتقد انها تصعد مباشرة، لان هذه الاماكن كلها يعني تكون يعني دعم للسعر. اعتقد ان الان دخول في هذه المنطقة سيكون خروجك يعني في هذه المنطقة او في هذه المنطقة، يعني حدد ما تريد طبيعة الحال. لكن مع الأسف هذا الفيديو سيصلك متأخر جدا، لذا انتبه في الدخول في هذه العملة، ربما تكون في القمة بعد هذا الوقت. هكذا الإخوان تروا الشارت الخاص بالعملة. هنا لديك الفريمات كما ترى في هذا المكان، يمكنك التغيير من الفريم لآخر. لديك هنا الدايلي هنا الخاص بالساعة 5 دقائق، ثم هنا إذا طرح تقوم بمشاهدة يعني الخط كما ترى هنا، سيعطيك خط خاص بالعملة كما ترى هنا. لدينا الصعود، تقومنا بالتحديد أن اليوم سيتغير كل شيء. انظر هنا ترى كل جميع التفاصيل الخاصة بهذا يعني الأمر. إذن الإخوان أمور عادية جدا. بالنسبة للإخوان المستثمرين فلا يهمهم هذا الأمر، فقط تقوم بالذهاب إلى الفريمة الكبيرة لترى يعني أين أنت في الخريطة. مثلا سأقوم بالذهاب إلى الويكلي مثلا، هنا قم بالذهاب إلى الويكلي، ثم سيكون لدينا سيكون لدي كل شيء واضح. انظر هنا مثلا العملة يعني الهاي في العملة كان في $22، ثم هنا لدينا اللو في هذا المكان كما ترى هنا، السعر ثم نزول ثم صعود ثم نزول، والآن هي في بداية الصعود بطبيعة الحال. لكن هذه الأمور تأخذها بعين الاعتبار، فيمكنك الدخول مثلا من هنا يعني عن طريق مراحل الدخول في هذا المكان، وإذا نزل بك السعر إلى هنا تقوم بالدخول أيضا، وآخر دفعة تكون يعني في اللو يعني السابق، يعني تقوم بالدخول على 3 دفعات. الاستثمار بطبيعة الحال للمدى البعيد، وسيكون استهدافك الأول هو هذه المنطقة، ثم المنطقة 22 دولار بطبيعة الحال يعني للمدى البعيد. يعني فقط الإخوان من أجل الشرح يعني هذه الأمور. إذا أردتم تسجيل في هذه المنصة رابط أسفل هذا الفيديو بطبيعة الحال. يعني أعتقد أن الأمر واضح جدا الإخوان. هذا ما أردت نشرح في هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى توصلوا دائما بكل ما هو جديد، والسلام عليكم.